بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام. اليوم إن شاء الله نضع هذه الفائدة بين أيديكم، وهي أمانة في رقابكم، أنزعها من رقبتي وأضعها في رقبتكم، فلا تستعملوها إلا فيما يرضي الله تعالى، ولا تستعملوها ولا يستعملها إلا من قهره الظلم وقهره الظالمون وبكت عيناه ولم يجد من يأخذ بيده ولم يجد من يساعده ولم يجد من يخلصه من الظالم، من المعتدي العنيد الذي لا يفارقه ويلازمه ويتمنى له الهلاك ويسعى في خرابه ويسعى في أديته وربما يسعى في سجنه وربما يسعى في كثير من أنواع الظلم والعدوان التي تغضب الله تعالى. ومنكم أيها الإخوان من يقول لي تضع الفوائد أو هذه الفائدة للدعاء على الظالمين، وهذا أيها الإخوة الكرام لا يسمح به أصلا، ولنا تربية إن شاء الله سنذكرها في أول هذا الفيديو لاستخدام هذه الدعوة وأمثالها من الدعوات والأسماء والتصاريف الموجبة لهلاك الظالمين قطعا، وهي من مجربات سننشر الكثير منها إن شاء الله بعد الفوائد التي وقفنا على صحتها بالتجربة. لكن أيها الإخوة الكرام لابد من ذكر هذه التربية أولا قبل وضع الفائدة، وعليكم أيها الإخوة الكرام أن تسمعوها ثانية بثانية ولحظة بلحظة حتى يعرف الإنسان الذي يريد استخدام هذا الدعاء واللجوء به إلى الله تعالى ويعرف قدره ويعرف تربية هذا الدعاء ويعرف مقامه، وبذلك يتصرف به كما يريد. وكما سنتكلم سنوضح الأمر إن شاء الله تعالى، لأن الناس والعلماء وأولياء الله تعالى الذين يدعون على الظالمين ويدعون على من ظلمهم وآداهم، فهؤلاء الأولياء الكمل في الدعاء منقسمين على أربعة أقسام. القسم الأول طائفة دعوا على من ظلمهم وانتهك حرمة الله فيهم انتصارا لله تعالى ولسائر دينه، ودعاؤهم جدير بالإجابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يعبأ به الناس لو أقسم على الله لأبره. والقسم الثاني من هؤلاء العارفين منهم طائفة لا يصرحون بالدعاء، ولكن يلجؤون إلى الله تعالى في النصرة، ولا يصرحون بالدعاء لفظا ويلجؤون إليه ويستعدون له ويدعون على من ظلمهم، لكن يلجؤون إلى الله تعالى لنصرتهم. فهؤلاء انتقام الله لأعدائهم شديد،
لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنهم رفعوا وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى. وفي ذلك رواية يحكى أن امرأة كانت من العارفات وكانت من أولياء الله تعالى، كانت لها دجاجة فسرقها سارق فردت أمرها إلى الله تعالى، وكانت هذه الدجاجة تقتات منها من بيضها، فلما سرق هذا السارق لم تدعو عليه، فلما ذبحها السارق ونتف ريشها نبت جميع الريش في وجهه، نبت جميع ذلك الريش في وجهه، فسعى في إزالته فلم يقدر على ذلك إلى أن أتى حبرا من أحبار بني إسرائيل، فقال له الحبر لا أجد لك دواء إلا أن تدعو عليك هذه المرأة، فقام وأرسل رجلا إلى تلك المرأة فقال لها أين دجاجتك؟ فقالت سرقت، قال لقد آداك من سرقها، قالت قد فعل، قال لها وقد فجعك في بيضتها، فقالت هو كذلك، فما زال يحدثها حتى أطار الغضب منها وهو يسعى في ذلك ليثير غضبها ويقلب عليها المواجع، فلا زال بها حتى دعت على السارق، فلما دعت عليه تساقط الريش من وجهه، فقيل لذلك الحبر من أحبار بني إسرائيل من أين علمت ذلك وكيف علمته؟ قال لأنها لما لم تدعو عليه انتصر الله لها، فلما انتصرت لنفسها سقط الريش. والقسم الثالث طائفة لا يدعون ولا يلجؤون ولكن يفوضون أمرهم إلى الله تعالى، فإن انتصر لهم لم يفرحوا، فإن أداهم أعداؤهم ونال منهم أعداؤهم لم ييأسوا، إذ مشهدهم محض العبودية في الحالتين، وهذه طائفة عالية من العارفين بالله تعالى، أصحاب الصدور وأصحاب القلوب. ولنا دروس إن شاء الله في هذه الأمور سنتكلم فيها بإذن الله تعالى. والطائفة الرابعة وهم الأعلون طائفة والأعلون درجة، إذا ظلموا رحموا من ظلمهم، فإذا حصل انتقام ممن آداهم بعناية من الله تعالى وحماية لحماه وحماية لهم، فذلك يرجع إلى الله تعالى لأن مرتبتهم عند الله عالية. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله نتكلم على هذا الدعاء، وله رواية لكي تعلموا من أين جاء هذا الدعاء ومصدره، حتى تعرفون أين تقفون. وحكاية هذا الدعاء أن صاحب شرطة هارون الرشيد، صاحب شرطة الذي كان حارسا لهارون الرشيد وكان صاحب شرطة الدولة، قال أتاني رسول الرشيد بالليل في وقت بالليل، وفي وقت قال ما جاءني فيه قط، أول مرة يجيئني في هذا الوقت، ففزعني من مضجعي، أيقظه من نومه بقوة ومنعني من تغيير ملابسي، ففزع قائد الشرطة من ذلك، إنه يستدعيه هارون الرشيد، ففزع فزعا شديدا من ذلك، لا يدري ما الأمر. قال فرعني ذلك
فلما صرت إلى دار الخلافة استؤذن لي فدخلت إلى هارون الرشيد فسلمت عليه فسكت فلم يرد علي السلام. فطار لي لبي وقلبي من شدة الفزع، وتضاعف جزعي. فقال لي: يا عبد الله، أتدري فيما أتيت بك في هذا الوقت؟ قلت: لا والله. فقال: إني رأيت الساعة، رأى في المنام، قال: فإني رأيت الساعة كأن جيشا أتاني ومعه حربة. فقال لي: أطلق موسى ابن جعفر، وإلا نحرتك بهذه الحربة، فاذهب فأطلقه الساعة. فقلت: يا أمير المؤمنين، أأطلق موسى بن جعفر؟ قال: نعم. فكررت ذلك عليه ثلاثا استبعادا للمشاكل، وهو يقول: أطلقه الساعة وادفع له 30,000 درهم، وقل له: يقول لك الرشيد إن أحببت المقام عنده فلك ما تحب منه، وإن أحببت العودة إلى أهلك وإلى المدينة فالإذن لك ومعك. قال: فأعطيته الدراهم وخليت سبيله، وقلت له: والله لقد رأيت من أمرك عجبا، فأخبرني بأمرك. فقال: بينما أنا نائم، هذا يحكي له موسى الكاظم ابن جعفر الصادق رضي الله عنهما، قال له: بينما أنا نائم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا موسى، حبست مظلوما، فقل هذه الكلمات فإنك لا تنام في السجن هذه الليلة. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا أقول؟ فقال له: قل: يا سامع كل صوت. هذا هو الدعاء أيها الإخوان، يا سامع كل صوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم المكنون وباسمك الأعظم الأكبر المكنون المخزون الذي لم يطلع عليه أحد من خلقك. افهموا هذه العبارات، ففيها سر الله وفيها اسم الله الأعظم أيها الإخوة الكرام، الذي لم يطلع عليه أحد من خلقك. يا حليم، يا ذا الأنات، يا ذا الأنات الذي لا يقدر على أناته أحد، يا ذا المعروف،
الذي لا ينقطع لا ينقطع أبدا. ولا يحصيه غيرك. ولا يحصيه غيرك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم. اجعل لي من كل أمر فرجا. ومخرجا. إنك على كل شيء قدير. فكان من قدرة الله تعالى أن نصره الله تعالى وهو يحكي هذه الرواية لصاحب الشرطة، فقال له: فكان من قدرة الله تعالى ما رأيت. وموسى الكاظم عليه السلام هو ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسن الصبط رضي الله عنه ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء والإخوة الكرام قد تلقاه خواص السلف من عباد الله تعالى وخواص أولياء الله تعالى بعده بيد القبول، فتلقوه بيد القبول واستعملوها في الفرج من الشدة، وأعدوها في نحور الأعداء، جعلوه في نحور الأعداء هذا الدعاء، وهو من أخص العدة، وهو من أقوى العدة أن تجعله في نحور أعدائك. فأجيبوا في دعواتهم ونجحوا في مراداتهم، وهو لكل هم وضيق غير نصرة الأعداء، حتى تستعمله في جميع أمور الخير ولا عدد له، بل بقلبك ممكن أن تقرأه مرة واحدة بحضور قلب وبالنية بالغة، فتقضى حاجتك ويهلك عدوك في الحين وفي تلك الليلة وفي تلك الساعة. وهذا من أسرار الله تعالى، وعليكم بالتربية الأولى أيها الإخوان، وهذا أمانة الله عندكم، فلا تدعو به إلا بعد الصبر والتحمل على عدوك حتى لا ترى فيه أشياء تشفق عليه من بعدها، وخصوصا إذا كان من المقربين ومن الأهل. اللهم هلا بلغت، اللهم فاشهد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.